تصريحات سعد سمير، وده شيء مهم قوي. امبارح كان في لقاء كده، بحيي زمايلنا عليه في الحقيقه اللي كانوا موجودين واللي كانوا بيرافقوا البعثه هناك في دبي لسعد سمير، وفي لقاء كمان ما بين سعد وحسام عاشور. اللقاء كان طريف في الحقيقه، لكن في بعض الكلمات المهمه بالنسبه لنا بقى فيما يتعلق بتصريحات اللاعبين، ودايما ده اللي بنركز عليه. شفنا تصريحات على مدار الاسبوع اللي فات كله لبعض اللاعبين، وكانت بتعكس الشخصيه المميزه المطلوبه خلال هذه المرحله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، عشان الشخصيه دي اللي هتؤدي باذن الله تعالى لتحقيق الالقاب واهمها بطوله دوري افريقيا. عجبني قوي تصريحات سعد سمير امبارح، واللي اتكلم على اصابته ان هو كان عنده طبعا قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وهو خد وقته بشكل كبير قوي، وهو قال كمان ان انا كنت عايز ما استعجلش في العوده، وده كان امر مطلوب عشان يرجع سليم 100% ويكون لائق ومتاح للجهاز الفني. قال كمان ان التواصل ما بينه وما بين مستر رينيه فايلر كان مميز جدا، والراجل كان بيتكلم معاه وبيقول له ان انا وانا لعيب اللي هو مستر فايلر يعني كان بيجي له اصابات كتيره، كان في بعض الاحيان بيتعجل العوده فبتتكرر اصابات، فهو نصحه بعدم التعجل، وده اللي ماشي بيه في الحقيقه سعد سمير، يعني مش مستعجل خالص، وخصوصا مفيش ماتشات دلوقتي، لكن هو كان ممكن يستعجل الفتره اللي فاتت، عايز يلحق مثلا ماتش او اثنين، عايز يثبت نفسه مع مدير فني جديد. لكن العقليه مهمه جدا، والتفكير والشخصيه مهمه جدا، وانا شايف الحاجات دي في الحقيقه مش متوفره عند سعد سمير بس، عند عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، نادرا لما تلاقي العقليه مختلفه شويه في صفوف الفريق يعني. كمان من ضمن الامور الهامه اتكلم على موضوع بطوله دوري ابطال افريقيا واهميه البطوله دي بالنسبه لهم، واهميه ان الاهلي باذن الله يفوز بيها، وقال ان احنا كلنا هنسعى للفوز بهذه البطوله. هو طبعا سعد لحد دلوقتي مش مقيد في القائمه الافريقيه، لكن الروح واحده، الفريق واحد، حتى لو انت مش مقيد في القائمه الافريقيه ربما يتم تقييده في شهر يناير، لسه مش عارفين قرار الجهاز الفني ايه، لكن في كل الاحوال هي الروح والحب اللي ما بين لاعيبه النادي الاهلي هو ده اللي هيقود باذن الله لبطوله مهمه زي بطوله دوري ابطال افريقيا. اتكلم كمان على اللاعبين الصغار في الفريق واللاعيبه الجدد، ودايما بيبقى في تواصل ما بينهم ونقل الفكر من اللاعيبه القدامى او اللي عندهم خبرات مع فريق النادي الاهلي للجداد اللي جايين، تقول لهم الفريق استراتيجيته ايه، بيفكر ازاي، العقليه ماشيه ازاي، ودي كلها امور غايه في الاهميه. التصريحات كانت مميزه في الحقيقه من سعد سمير لاعب النادي الاهلي.